لو سهلا ومرحبا فيكم مع عادل عمر في رحلتنا الى فين؟ الى الشرق. سمعت سمعت ذاتس كول. صباح احمد تابعونا. جلسنا في هذا الفندق كان رائع جدا. كانت هذه غرفتنا اللي ورا السيارة هذه. جميل جميل جدا صراحة، كانت خدمتهم رائعة. Let's continue our trip. Come on. مواصل رحلة. وهذه هي الغرفة اللي سكننا فيها. صراحة خدمتهم رائعة جدا وكويسة الحمد لله. كانت يعني قريب من الداون تاون وقدرنا نتمشى، فكان يعني كان شيء رائع جدا. في بعض المناظر صورتها لكم من تحت في الفندق ورجع نحطها لكم في الفيديو إن شاء الله. Hey, I like it open by itself. Florida, guys. Hotel, that's cool. What about me? Papa, no more buying anything. It's a nice promise? Trip. From the beginning. As long as they're satisfied of the hotel, then we are good. To five hotels, actually six hotels now. This is downtown Halifax. هذا عند الهاربر فرونت، والان وقت صلاة الظهر زي ما يقول يأذن الان. احنا عند الهاربر فرونت الان. يا سلام سلام. لو سهلا ومرحبا فيكم مع عادل عمر في رحلتنا الى فين؟ الى الشرق. اتمنى انكم تستمتعوا الرحلة هذه. انا بنحاول اصور قدر المستطاع، بس زي ما بتشوفوا ادري تقولوا لي كيف اصور، ايش الغلط ايش الصح، اذا ما قلتوا ليش ابعدلش. شوفوا الان سمينا هنا، احنا في لا تشوفوا مرة. شوفوا أقول لكم حاجة، إنه في معانا واحدة بتصور جميلة اسمها رغد، صح يا رغد؟ أيوة. سهلة معاكم عادل عوضة في رحلتنا للشرق في هاليفاكس. تابعونا. Relaxing. Cool, man. You're showing up your body. I'm having a tan. Showing up your muscles? No, I'm having a tan. Okay, cool. Enjoy, man. طبعاً وصلنا برنس إدوارد آيلاند الآن. ولأن الآن ساعة ونص إحنا بندور فندق ما فيش، كله فل. في جزيرة برنس إدوارد آيلاند في أقصى الشرق.